مدير الكره بالنادي الاهلي كابتن سيد، وبطوله غاليه، واحلى حاجه في البطولات عمرو السولية بيقول لك المكافآت. احلى حاجه في البطولات لما تيجي بصعوبه وبتعب. النهارده مباراه صعبه جدا، 90 دقيقه صعبه جدا، ولكن هو ده النادي الاهلي. عاوز بطولات دور على النادي الاهلي على طول. الحمد لله، طبعا الحمد لله، بطوله مهمه جدا برضو، غايبه عننا بقى لها بتاع 4 سنين، من 2017 3 سنين يعني، خلي بالك، ودي ثالث مره يعني تحقق السولية في تاريخ كله، وده كان مهم جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا في الاول والاخر برضو كل مباريات الكره دروس. النهارده برضو درس جديد في عالم كره القدم، الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت برضو هنتعلم منه. انهينا موسم حلو جدا الحمد لله بشكل كويس قوي، رقميا وعمليا وعلميا وكل حاجه عملناها يعني الحمد لله رب العالمين. لكن اللي جاي هيبقى اصعب، واللي جاي ده لازم تفكر فيه بشكل كويس، ولازم تكون متواضع بشكل كويس قوي 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 وكبير جدا، لان الكره زي الدنيا، في لحظه بتديك وفي لحظه بتاخد منك، فلازم مهم جدا ان انت اللي هجيب جول. اكتر واحد في ظهري العشق حبيبي، اول واحد على طول على طول في ظهري. توقعت ان كهربا هيجيب جول النهارده؟ هو طبعا يعني انا محتاجه يركز، لا محتاجه يركز اكتر واكتر من كده كمان، لان هو عنصر فعال جدا يعني، مختلف، عنده حاجات مختلفه ممكن يضيفها لنا يعني. مهم قوي ان هو يركز. اللي جاي كله اللعيبه لازم تركز، عندنا مجموعه من البطولات والمنافسات والشراسه ما بين الفرق في المستويات، سواء كان محليا او افريقيا في الفتره اللي جايه. مبروك يا كابتن سيد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. مكملين معاك كابتن.